ساحر الجماهير الهلالية وموهوب الكرة السعودية محمد الشلهوب، ذلك الفتى الذي أبهر عشاقه بأدائه الجميل ومهاراته العالية، لاعب لم أرى مثله لاعب، نجم يمتع النظر ويسحر القلوب، نجم الذي سنتحدث عنه عشق الزعيم منذ طفولته. كان اللعب للزعيم حلما يراوده، وما أنفاق من حلمه إلا وهو أحد عمالقة نادي القرن الآسيوي، لاعب يمتلك مواهب فريدة أمتع بها جمهوره وعشاقه، موهوب يصعب تعويضه لأنه من طينة الكبار. الفتى الموهوب منذ انطلاقته في بداية الألفية الجديدة قدم مستويات جميلة وأداء رائعا مع ناديه والمنتخب السعودي، حقق مع الزعيم إنجازات كثيرة كبطولة الدوري وكأس آسيا وكأس ولي العهد، كما ساهم في تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم بألمانيا 2006. لقب بخليفة الثنيان لما يمتلكه من مهارات عالية وخفة في الحركة والدقة في التسديد والبعد عن الفردية. في عام 2006 تغير حال اللاعب فهبط مستواه بشكل مخيف، وذلك بسبب ظروفه الخاصة مما جعله يلوح بالاعتزال. ولكن في بداية هذا الموسم وبالإصرار والعزيمة عاد الموهوب إلى سابق عهده، فقدم لنا المتعة والأداء الرفيع. وتعتبر بداية الموهوب في هذا الموسم بداية رائعة، حيث الأداء الرائع واللياقة العالية والحضور الذهني، فسجل أفضل هدف تكتيكي في الدوري أمام نجران بعد سلسلة من التمريرات المتقنة والرائعة. ولم يتوقف الموهوب عند ذلك، بل سجل هدفا ولا أروع في الشباك الوحدوية. عشاق الكرة الجميلة وعشاق الفتى الموهوب يتمنون التوفيق لموهوب الكرة السعودية.